فيلم استرالي في المسابقة الرسمية السنة دي ومتحمس له إن شاء الله. حاسس إنك هتكسب؟ لا والله بالعكس أعتقد كل ما حطيت توقعات إن أنا هكسب أو هخسر بتحط إن أنا أكون عاوز حاجة فبحاول ما أحطش أي توقعات واللي يحصل يحصل يعني. طب أحمد دايماً بنتكلم عن فساتين البنات والأزياء والحاجات كلمني بقى على الأوتفيت اللي دايماً بيكون مختلف مش شبه أي حد بصراحة. لا والله بيبقى يعني مش بيبقى مقصود قوي ان انا بيب مش بيبقى مقصود قوي بس هو عادي يعني بحب مش بحس ان انا طول الوقت لازم البس الحاجه المعتاده يعني بس حاسس انك كول كام من عشرة النهارده؟ لا مش عارف مش عارف ارد على السؤال ده طب ايه في جيوبك النهارده؟ في جيب البدله؟ ااا آه كارت الغرفه وكارت الشخص بتاع البنك معاك فلوس؟ لا معيش فلوس مش عايز؟ لا شكرا